أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلى من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة طريق الشعب ومقال بعنوان: وابتدأت معاناتنا مع الدوام المدرسي. في الأسبوع الماضي ابتدأ الدوام المدرسي، زهت الشوارع بالتلاميذ وهم يخطون صوب مدارسهم، يحدهم الأمل بالنجاح وتغمرهم فرحة دخول عالم الدراسة الجميل ولقائهم ببراءة زملائهم وأقرانهم بأعمالهم الغضار. يفتحون قلوبهم وعقولهم ويمنون أنفسهم بآمال وأمان جديدة مع فرحة الأهل، وهم يشاهدون أبنائهم وبناتهم في هذا الزهو الممتع، تأخذهم الأماني إلى مسارب وخيالات وأحلام، كل ما فيها يساعدهم على اجتياز الصعاب والنجاح الباهر لفلذات أكبادهم. لكن هل مدارسنا بشكل عام مؤهلة لذلك؟ يضيف الكاتب: تكمن المأساة التي يعاني منها أولياء الأمور للطلبة بارتفاع أسعار القرطاسية وقلة كتب المناهج أو عدم وفرتها، فيضطرون إلى شرائها من السوق، وهذا يعني أن التلاميذ سيرهقون آبائهم بكثرة الطلبات وما تفرضه عليهم إدارات المدارس. أغلب المدارس الحكومية بحاجة إلى تأهيل من جميع النواحي، من حيث عدد الرحلات المناسبة لاستيعاب أعداد التلاميذ وعدم أهلية المرافق الصحية وجاهزيتها، ومن غير المعقول أن يشعر التلميذ بالراحة والاستقرار النفسي في مدرسة تفتقر إلى أدنى مقومات الراحة. كذلك لم نجد استعداداً كافياً لتوفير الماء الصالح للشرب على وجه الخصوص، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى ازدياد نسبة الإصابة ببعض الأمراض المعوية وغيرها، بالإضافة إلى عدم وجود كتب المناهج الدراسية والقرطاسية، ما يجعل الآباء في لف ودوران مضن من مكان إلى آخر لشرائها وبأسعار باهظة الثمن. وهناك على الجانب الآخر نجد المدارس الأهلية والاهتمام الكبير بها من قبل أصحابها، إضافة إلى المغريات التي تقدمها من حيث التنظيم والتدريس والخدمات والنقل، ناهيك عن توفيرها الكتب المنهجية والقرطاسية ووسائل الإيضاح. ونقرأ تقريراً لصحيفة المدى بعنوان: الفقر في العراق، إحصائيات تتزايد وإيرادات لا تمنع من تفاقمه. يتوقع مختصون أن ارتفاع عدد الفقراء في العراق سيصل إلى أكثر من 13 مليون مواطن خلال نهاية العام 2023 بسبب الآثار الاقتصادية التي يشهدها البلد، مما سيسبب بتراجع المستوى المعيشي للمواطن العراقي. وتجاوزت أعداد الفقراء في العراق نسبة 25%، ليصل عددهم إلى 10 ملايين عراقي حسب تصريحات كانت قد أعلنت عنها وزارة التخطيط في إحصائياتها لعام 2022. سنكون أمام معطيات لنتائج المرحلة الأولى من هذا المسح، ولدينا مؤشرات نعتمد فيها على المسح السابق الذي نفذ بسنوات سابقة، والتي تشير إلى أن نسبة الفقر هي 21%، حيث تمثل محافظة المثنى الأعلى بالنسبة لنتائج المسح السابق لمعدلات الفقر وبنسبة أكثر من 50%. وهناك محافظات أخرى تعاني من هذه الآفة تأتي بعد محافظة المثنى بنسب تتفاوت بين 46 إلى 47%، مثل محافظة الديوانية وميسان وذي قار. ونحن بانتظار المؤشرات الجديدة التي سيتمخض عنها المسح الاقتصادي والاجتماعي الجديد الذي يجري تنفيذه في عموم العراق. مراقبون حذروا من غياب التخطيط الحكومي لمواجهة آفات الفقر وزيادة نسبها في البلد، وأكدوا أن عوامل التضخم تزايدت بشكل كبير، ما سبب تآكلاً لدخل الفرد ونقل الأسر من مستوى الطبقة المتوسطة إلى مستويات دون الفقر، وأن التغيير الحاصل في سعر الصرف بنسبة 23% سنة 2020 رفع مستويات التضخم، ما
الذي تزايد إلى حد كبير مع تغيير سعر صرف الدولار الأخير والتقلبات التي شهدتها السوق المالية العراقية. يقول الكاتب ساري عرابي في مقاله بموقع عربي 21 إن المهم ما حصل وما سوف يحصل قد حصل. هذه هي الإجابة على الأسئلة كلها التي تطرح باستمرار في المجال العربي عما فعلته كتائب القسام صبيحة 7 من تشرين الأول أكتوبر وما سوف تصير إليه معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها. ويضيف الكاتب في الأونة الأخيرة للحالة الفلسطينية في مستوياها الداخلي وفي العلاقة الصراعية مع الاحتلال وصف الانسداد التاريخي. ويمكن تلخيص هذا الوصف بأن قضية الفلسطينية بدت وكأنها قد صارت خلف العالم، أولا لأنها وقبل العالم تبدو وكأنها خلف العرب، حينما يتحول الموقف العربي من موقف خطابي ساند ومساند إلى حليف فعلي للاحتلال. فالعلاقات التطبيعية المستجدة تأخذ موقف التحالف، وهو أمر كامل السفور في بيانات بعض الدول العربية إزاء المعركة الجارية الآن. المقاومة أكثر ثورية وجذرية بهذا الفعل الاستثنائي من كل ما سبق في تاريخ الصراع، لكنها لم تكن كذلك فحسب، بل حصلت فوق ذلك إنجازها سلفاً، فهي تدرك قوة النار الهائلة للعدو وتفوقه الجوي وكل ما يختبئ خلفه، فكان لابد من تحقيق الإنجاز سلفاً. حصيلة عسكرية ومباغتة أمنية وصورة دعائية في ضربة واحدة، حققت المقاومة ذلك كله. فما سوف يحصل قد حصل، فسؤال اليوم التالي إجابته اليوم الأول. وفي الأثناء كانت العملية خلخلة كبرى لكل الحسابات الإقليمية والدولية، وتعرية كاملة ونهائية لكل الدعايات السياسية التي شوشت الرؤية الصحيحة إلى الأوضاع الفلسطينية، وضربة موغلة في السياسات الصهيونية اليمينية الفاشية الرامية إلى حسم الصراع في الضفة وتقسيم المسجد الأقصى وفتح الباب على مصراعيه لإنهاء ملف الأسرى المفتوح منذ بداية الصراع، وكسر لإرادة تركيع غزة برغيف الخبز. وإذا كانت ثمة خطة لمفاجأة المقاومة بضربة يستعد لها جيش العدو بترتيب أمريكي وعربي متحالف مع الصهاينة، فقد سبقتهم المقاومة وأنجزت حصيلتها، ثم صار اليوم التالي تحصيلاً حاصلاً. قال البروفيسور في العلاقات الدولية بجامعة هارفارد ستيفن وولت معلقاً على الحرب في غزة، قال إن إسرائيل ستخسر الحرب. وفي مقال نشرته مجلة الفورين بوليسي قال إن إسرائيل أعلنت حرباً شاملة من أجل الحفاظ على وضع قائم لم يعد من الممكن الحفاظ عليه. ويقول الكاتب لا مجال هنا لتعداد الطرق التي أساءت فيها الولايات المتحدة للتعامل مع الموضوع، إلا أن من المناسب القول إن قادتها كانت لديهم فرص كثيرة لإغلاق هذا النزاع ولكنهم فشلوا. يرى الكاتب وخلافاً لمعلقين بالمجلة أن القتال ليس سوى دليل آخر على تدهور النظام الدولي. لماذا؟ لأنها ليست المرة الأولى التي يندلع فيها قتال واسع بين إسرائيل وحماس، لكنها لم تقربنا أبداً لحل دائم وعادل، فقد كانت مثل ما قال معلقون إسرائيليون قصاً للعشب. البعد المختلف والمهم في الحدث الحالي هو أن حماس حققت مفاجأة كاملة تماماً مثلما حققت مصر وسوريا قبل 50 عاماً، كما أظهرت بطريقة غير متوقعة قدرات قتالية، وتركت العملية ضرراً كبيراً على إسرائيل وأكثر مما تركته العمليات السابقة. هناك أكثر من 1000 قتيل وأسرى من الجنود والمدنيين، وبالتأكيد فقد صدم الهجوم المجتمع الإسرائيلي، وفشل الحكومة في اكتشاف ومنع الهجوم ينبئ بنهاية مسيرة نتنياهو السياسية. تشي المأساة الأخيرة بإفلاس السياسة الأمريكية تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الطويل. وكالعادة فإن موقف المسؤولين الأمريكيين من القتال هو شجب حماس على الهجوم غير المستفز،
والتعبير على الدعم الثابت كالصخر لإسرائيل، والتجاهل المتعمد للسياق الأوسع الذي حدث فيه هذا. أما النتيجة الثانية فهي أن سفح الدم الجديد تذكير محزن بالسياسة الدولية، وأن القوة هي أهم من العدل. لكن الحادثة الأخيرة والأحداث التي سبقتها تكشف عن محدودية القوة، فالحرب هي استمرارية للسياسة، وبطريقة أخرى وعادة ما تنتصر القوى المهيمنة في ساحة المعركة ولكنها تخسر سياسياً. وانتصرت الولايات المتحدة في المعارك الكبرى بفيتنام وأفغانستان، ولكنها خسرت الحربين في النهاية. بمناسبة كتابه الأخير كم من الوقت سيستغرق الأمر، والذي سينشر هذا الخميس، خص الصحفي والاقتصادي والكاتب الفرنسي فرانسوا لانغلي صحيفة لوفيغارو بمقابلة حلل فيها مختلف الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية بل حتى المناخية التي تتضافر لتعطيل النظام العالمي. واعتبر لانغلي أن العالم يشهد تراجع مجال النفوذ الغربي بعد 5 قرون من التوسع والهيمنة، وأن الهجوم ضد إسرائيل والذي نفذته حماس يشكل الإشارة الأخيرة لهذا التحول الذي بحسب قوله يجبر الغرب على إعادة التفكير في أمور كثيرة. نحن نشهد في الوقت نفسه نهاية عدة مراحل، أهمها ما يعيد الغرب إلى حدوده الجغرافية بعد 5 قرون من التوسع الاستثنائي منذ اكتشاف أمريكا على يد كريستوفر كولومبوس. واعتبر الكاتب أن هذه النهاية للغرب الإمبراطوري كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل علماء مثل ألفريد سوفي أو الاقتصادي جان فوراستي، حتى الفيلسوف أوزالد شيبنجلر الذي تنبأ بها في نهاية الحرب العالمية الأولى، وأن الهجوم على إسرائيل يدل على ذلك، وتابع أن الحرب الأوكرانية أغلقت باب التفوق الغربي، حيث شهدت فقدان 1/3 البشرية الاهتمام بهذا الصراع الإقليمي، بل إن الكثيرين وقفوا إلى جانب روسيا، فقد استيقظ كل الأشرار، روسيا وحماس وإيران وكيم الكوري الشمالي، لأنهم لم يعودوا خائفين من العقاب. على حد قول الكاتب الفرنسي إننا أمام نهاية دورة أو مرحلة أخرى أكثر كلاسيكية، وهي دورة أيديولوجية الليبرالية الغربية التي عززت الحرية كقيمة أساسية بعد الحرب. والحقيقة السياسية الكبرى اليوم تتلخص في المطالبة بالسلطة، وخاصة في فرنسا حيث لا يتم تلبية هذا الطلب. لقد حلت الحاجة إلى الحماية محل الرغبة في الحرية، وهذا ما يفسر صعود ما يسمى بالأحزاب الشعبوية. والآن مشاهدينا إلى صور الكاريكاتير. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟
ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. إلى غزة وصور من تحت نيران القصف. ففي 5 أيام الحرب على قطاع غزة يشن جيش الاحتلال غارات واسعة وعشوائية وعنيفة على القطاع الذي يسكنه أكثر من 2 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006. واستهدفت الغارات العمياء التي يشنها جيش الاحتلال المباني السكنية والمستشفيات والمساجد، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء ومئات الجرحى. وقال جيش الاحتلال إن هذه الغارات التي يشنها هي الأعلى منذ سنوات على مختلف مناطق قطاع غزة. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. عملية عسكرية نفذتها كتائب القسام أثناء معركة العصف المأكول عام 2014، نشر الاحتلال مؤخراً تفاصيلها، إذ تمكن فيها المقاتلون القساميون من استهداف جيباً عسكرياً بقذيفة RPG وقتل 4 ضباط إسرائيليون. وحين هم جنود القسام بخطف أحد الجنود، تم تفعيل إجراء هانيبال المخصص في حالات حدوث عمليات خطف لجنود الاحتلال. فما هو هذا الإجراء؟ إجراء هانيبال هو الاسم الكودي لتوجيه عسكري يفعله الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق برد الوحدات الميدانية عندما يتم أسر جندي من قبل المقاومة، ويقضي هذا التوجيه باستخدام الأسلحة الثقيلة لمنع الآسرين من مغادرة موقع العملية حتى وإن نتج عن ذلك إصابة الجندي المختطف أو قتله، ويتضمن ذلك المباشرة في قصف الموقع بشكل مكثف وعنيف، ما يعد تجسيداً لعقيدة الجيش الإسرائيلي التي تنص على أن جندياً ميتاً أفضل من جندي مختطف. واستخدم الجيش الإسرائيلي إجراء هانيبال للمرة الأولى عام 1986 في محاولة لإحباط عملية أسر الطيار آرون آران الذي أسقطت طائرته في جنوب لبنان وما زال مصيره مجهولاً. وفي عام 2017 أجرت قيادة جيش الاحتلال تعديلاً صارماً على هذا البروتوكول، تضمن استخدام الجيش كل مقدراته لمنع وقوع عملية أسر حتى وإن استدعى الأمر إطلاق النيران الكثيفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية في حال وقوع عمليات الأسر بها وليس فقط في المناطق الفلسطينية. ويعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الجيش الوحيد الذي يعتمد هذا البروتوكول، فهو لا يوفر الحماية للقوات الميدانية وحسب، بل يفضل أعدامهم على السماح لهم بالوقوع في الأسر. وبهذا تنتهي فقرة صدى الأقلام لهذا اليوم. نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم على خير.